مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من الحوادث الخطيرة التي وقعت داخل المصانع أثناء استخدام الجرافات، الشاحنات وغيرها من المركبات الكبيرة. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ نقل رافعة بهذا الحجم ليس سهلاً. في البداية سار كل شيء حسب الخطة. ثم فقد سائق الشاحنة السيطرة وتحول الوضع إلى فوضى عارمة. الآن عليهم الاستعانة برافعة أخرى لإصلاح الوضع. لا شيء أخطر من فولاذ منصهر يتدفق من حولك. بسبب خلل تقني سكب خزان من الفولاذ المنصهر داخل هذا المصنع، مما وضع حياة العمال أمام خطر حقيقي. درجة حرارة الفولاذ المنصهر فاقت 1000 درجة مئوية، وما جعل الوضع أسوأ هو أن الخزان كان يتحرك في اتجاهات مختلفة. هذا المشهد يوضح قوة البخار المضغوط. تم سكب معدن منصهر في خزان لم يتم تجفيفه جيداً. ارتفاع درجة حرارة الماء أدى لتبخره بسرعة، والنتيجة ارتفاع سريع في الضغط ثم انفجار قوي. هنا نرى كيف خرج الوضع عن السيطرة في معمل آخر للفولاذ. ارتكب العمال في هذا المعمل خطأ فادحا، حيث لم يتم احترام معايير التصنيع عند خلط معدن منصهر مع بعض الإضافات الكيميائية. كانت كمية الماء في المحلول كبيرة جدا، مما أدى لانفجار قوي بمجرد إضافة المعدن المنصهر. وقع هذا الحادث في مطار أوهير الدولي في شيكاغو. بسبب الثلوج فقد الطيار السيطرة أثناء الهبوط بطائرة شحن عملاقة. اصطدمت الطائرة بمجموعة من عربات نقل الأمتعة، وإحدى تلك العربات سببت الكثير من الأضرار للمحرك. كان من المفترض أن تشارك تلك الرافعة في عملية تشييد الجسر،
هنا وقع خلل في معمل إنتاج القضبان الحديدية. إنه مشكل شائع في مصانع الحديد، وعند اتباع إجراءات السلامة يمكن التعامل مع هذه المشاكل دون وقوع خسائر فادحة. حين يتعلق الأمر بسفينة ضخمة فإن الحادث سيكلف الكثير. تم تصوير هذا المشهد في أحد موانئ الصين. لم يستطع ربان السفينة تخفيف السرعة، مما أدى لتصادم السفينة مع رافعة ضخمة وإغراقها في الماء. التهم الحريق هذا الخزان النفطي الضخم، مما أدى لانفجاره من أعلى. من الجيد أن رجال الإطفاء وصلوا إلى المكان بسرعة، وتم التحكم في النيران. تم تصوير هذا المشهد في إحدى ورشات التنقيب أثناء إنزال الأنابيب الرئيسية للبئر. كان الوضع هادئاً إلى أن سقطت تلك الآلة الضخمة. من الجيد أن العامل كان منشغلاً بشيء آخر. لم ينتبه سائق الشاحنة لأسلاك الكهرباء في الأعلى. انتقل التيار الكهربائي مباشرة إلى الأرض، وقد أدى ارتفاع درجة حرارة العجلات بسبب الكهرباء إلى تزايد الضغط داخلها، مما تسبب بانفجار بعضها. وهنا لدينا رافعة أخرى تم تحميلها أكثر من طاقتها، والعواقب كانت وخيمة. هذه السفينة الضخمة على وشك التصادم مع أحد الجسور، ولا أحد يستطيع إيقافها، خاصة وأن حمولتها تقارب 18,000 طن. كان التصادم قوياً، وحسب التقارير فإن خللاً في المحرك كان سبباً في وقوع الحادث. وقع هذا الحادث في إحدى محطات الطاقة في هولندا عام 2003، وهو واحد من أخطر حوادث محطات الطاقة عبر التاريخ. وقع الحادث أثناء صيانة إحدى توربينات الغاز الذي يصل وزنه إلى 70 طناً. كادت الأشغال أن تنتهي، ولكن قبل لحظات من إنزال التوربين إلى مكانه، تحطمت الرافعة وسقط التوربين بقوة، وقد تسبب ذلك بخسائر تصل إلى 8.5 مليون دولار. لكن الجيد هنا أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية. يصل وزن مرسات السفينة إلى 10 أطنان، أي أن إرجاع هذه المرسات إلى الأعماق سيكلف الكثير.
خاصة وأنها انفصلت عن السفينة بعد تعطل المحرك المسؤول عن إنزالها. لم يجري المهندسون حسابات صحيحة قبل استخدام الرافعة لتفكيك هذا المستودع، والنتيجة أمامكم. وكأنه مدفع للفولاذ المنصهر. لم تكن الرافعة قوية بالقدر الكافي لإنجاز هذه المهمة، سيبقى الطريق مغلقا إلى أن تصل رافعة أخرى لإصلاح المشكلة. نعتقد أن سكة القطار لم تتم صيانتها منذ وقت طويل. انحرفت العديد من العربات وتضررت الكثير من السيارات. عند مشاهدة ما يحدث هنا ستعتقدون أنه حادث، لكنه مشهد عادي بالقرب من فرن صهر الفولاذ. تبلغ درجة الحرارة هنا حوالي 1800 درجة مئوية. وهنا نرى كيف انقلبت بعض عربات هذا القطار رغم أن السكة سليمة. وسبب الحادث هو إعصار قوي ضرب المكان، وفي نفس الوقت واصلت بقية العربات طريقها لتصدم القاطرة. كان من المفترض تحريك الرافعة قليلا من مكانها وليس تدميرها. لم تكن المنصة الخرسانية قوية بما يكفي لتحمل وزن هذه الشاحنة.
هذا كل ما لدينا لليوم، نراكم في حلقة أخرى، لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟